شمس الهدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، نختار آثار النبي وأمره، نقفو كتاب الله للآراء. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود، والله هو الناصر. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سبيل الهدى، حيث سنجيب على أسئلتكم التي وردتنا. دعينا الله تعالى أن تعم الفائدة على الجميع، ولكل من يسأل مرة أخرى، لكل من يسأل عن طريقة مراسلتنا، يمكنكم مراسلتنا عبر رقم الواتساب وأيضا عبر الإيميل، وكذلك عبر صفحة برنامج سبيل الهدى على الفيسبوك. أرحب بضيوف الحلقة. معنا من داخل الاستوديو الأستاذ مير أنجوم برويز من المكتب العربي في المملكة المتحدة، وكذلك معنا عبر السكايب الأستاذ أيمن المالكي من الديار المقدسة، والأستاذ معتز القزاق من الجامعة الإسلامية الأحمدية في كندا. أبدأ معك أستاذ مير، ويسأل أسامة الجهيمي: هل يجوز قول سيدنا محمد في التحيات فبعض المشايخ يقولون لا يجوز؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة هي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم صحابته كيفية الصلاة وماذا يجب أن يقال في الصلاة. لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء صحابته، وبالتالي لم يكن الصحابة يقولون يا محمد في الصلاة، ولا التابعون، وحتى الآن لم نرى هذا الشيء. لا أعرف من أين أوجدوا مثل هذه الأشياء، لماذا يريدون أن يضيفوا من عندهم أشياء لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. في التحيات علم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينبغي أن يقال. كانت الصحابة قبل ذلك يقولون في عندما يجلسون في الصلاة، يقولون: السلام عليك يا الله، السلام عليك يا جبريل، السلام عليك يا فلان، السلام عليك يا فلان. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة يقولون في الصلاة عند الجلسة أو القادة هذه الكلمات أو هكذا يسلمون، فقال: لا تقولوا هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى هو السلام، فلا داعي لتقولوا السلام عليك يا الله. وقال: يجب أن تقولوا. ورد في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم علم أن نقول التشهد، وبعد التشهد يمكن لنا أن ندعو بما نشاء بعد الصلاة على النبي. فهذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، عندما نجلس نقول هذه الكلمات. ولم يعلم، لو كان هذا ضروريا لقال: قولوا يا محمد. فهذه الكلمات هي بدعة لنقول إذا كان أحد يقول في الصلاة. يجب أن نتبع بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ونتقيد بذلك، وبعد هذه الكلمات يمكن لنا أن ندعو بكلماتنا ما نشاء، ولكن لا داعي لنقول. هل هناك هدف من قول يا محمد في الصلاة؟ لا نرى أي سبب، لا نرى أي داعي لقول هذا. نحن نستطيع أن ندعو الله سبحانه وتعالى، وهذا لقاء بين العبد وربه، فيجب أن نكثر من الدعاء في الصلاة. يعني علينا أن نتقيد كما علمنا في الصلاة، علينا أن نتقيد بها لا زيادة بها ولا نقصان. نعم، وأيضا ندعو في لغتنا الأدعية. نعم، إذا كان الدعاء مفتوح باللغة التي تشاء كما تشاء. طيب، جزاكم الله. أستاذ أيمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هناك يعني بضع أسئلة حول موضوع صلاة الفجر، سأسألك إياها وأنت تجيب عليها.
هناك أخت تقول لبعض الظروف نضطر للسهر ويغلبنا النعاس أحيانا قبل أذان الفجر بساعة أو نصف ساعة، فهل يصح صلاة الفجر قبل وقتها؟ وماذا نفعل إذا غلبنا النعاس؟ وهناك أخ يسأل يعني أخرج من بيتي قبل صلاة الفجر، فمتى أصلي أو كيف أصلي؟ نعم، جزاكم الله أحسن جزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك وسلم، إنك حميد مجيد. الصلاة إخوتي وأخواتي على وقتها، لا قبل وقتها ولا بعد وقتها، هكذا أراد الله تبارك وتعالى وهكذا علمنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنسبة لصلاة الفجر، أولا دعنا يعني نفصل جزئيات السؤال. تقول الأخت السائلة أنه يضطرون للسهر كثيرا. الآن السهر في ثقافة المسلم أمر غير محبب. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النوم باكرا هو أجدى بالمؤمن، فكان حضرته بنفسه بعد صلاة العشاء لا يكلم أحدا ولا يفعل شيئا إلا أن يعني يهيئ نفسه للنوم وينام حتى يستيقظ بعد ذلك ويصلي في جوف الليل، وإلا إذا كان هناك أمرا ضروريا طبعا، ولكن بالعادة كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويشجع على ذلك. فليس من صفات المؤمن السهر، والسهر الذي بلا سبب، يعني ليس لطبيب لديه عملية أو لأحد مناوب في مصنع ولديه مهمة مهمة أو حارس أو إلى آخره، غالبا يعني هذا السهر يكون لأسباب اللهو واللغو، وهذا أيضا ما نهى عنه الإسلام، اللعب ومشاهدة الأفلام والسهر، يعني غالبا يشغل هذا السهر باللهو واللغو. فأولا دعونا نتفق أن ليس من ثقافة المسلم السهر المستمر دائما، هذا ليس من ثقافتنا. ثم إذا دخل وقت الفجر يستطيع أن يصلي إذا كان نائما، ولسبب من هذه الأسباب واضطر للسهر لسبب اضطراري فعلا يصلي الفجر عندما يستيقظ ولا يصليها قبل وقتها. أما بالنسبة للذي يخرج من بيته قبل وقت صلاة الفجر، ويعني يبدأ وقت صلاة الفجر وهو خارج من بيته للعمل أو لأي أمر آخر، فإنه أيضا لا يستطيع أن يصلي الفجر قبل وقته، بل يستطيع أن يصلي الفجر من دخول وقته حتى ما قبل خروج ذلك الوقت. في هذه البحبوحة يستطيع أن يصلي الفجر. متى بالضبط؟ أي بالضبط هو يحدد، كل إنسان حسب ظروفه. مثلا ممكن في الحافلة، ممكن في السيارة، ممكن في المكتب، ممكن في مكان قريب من العمل. أكثر مكان مناسب ليكون مكانا للصلاة، يوفر ما يحتاجه المؤمن من طهارة، من نظافة، يعني من هدوء للصلاة، يختار. وإن كان ذلك كرسيه في الحافلة، فعليه أن يؤدي الصلاة في وقتها. جزاكم الله أستاذ معتز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هناك أخت تسأل عن موضوع الحلزون البري، تقول إنها دعيت إلى وجبة إلى غداء، وكان وقدموا لها وجبة الغداء كحلزون البري، فتقول ومؤخرا سمعت أنه يعني حرام، فهي تسأل هل هو حرام أم حلال؟ جزاكم الله. طبعا أولا لابد لنا أن نعرف ما هي القاعدة الشرعية في الأكل والشرب. يعني من أصول القرآن يقول الله سبحانه وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخر. طبعا يعني هذه الأمور الأساسية التي حرمها، إنما يعني عملية حصر، وفي آيات أخرى فيها تفصيل من ضمن هذه الأنواع. إذن القاعدة القرآنية تقول أن كل شيء هو حلال، هذا هو الأصل، إلا ما قيد وحضر بنص قرآني صريح وواضح. لذلك لا نستطيع أن نقول أن يعني ما الحلزون محرم، بل لأنه لم يذكر ضمن هذه الأنواع. أمر آخر، لابد لنا أن نعلم أن الإسلام هو دين عالمي لجميع الشعوب والأمم، يعني هو ليس لمنطقة معينة، وتوجد أقوام يعني تأكل أمور غير التي مثلا يأكلها العرب، أو يأكلها أهل آسيا، يأكلون غير أهل أوروبا يأكلون. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني هو يعلم الغيب، فلو كان فعلا محرما
هذا الشيء لا كان ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، فبما أنه لم يذكره فإذا هو لا نستطيع أن نقول أنه محرم. أمر آخر، مسألة الطيبات، يعني هناك أمور بالنسبة لنا نحن طيبة، لكن بالنسبة لأقوام أخرى غير طيبة. يعني هناك أكلات نحن نأكلها مثلا العرب ونستمتع بها ونستلذ بها، ولكن غيرنا لا يستمتع بها ولا تعجبه. سأضرب مثالا، مثلا الضب، الضب كان يأكله أهل الحجاز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه وفي نفس الوقت لم يأكله. فقد ورد في حديث عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي له بضب مشوي، فقرب إليه فبدأ يأكل، يعني بدأ يريد أن يتناوله، فقالوا له يا رسول الله إنه لحم ضب. عندها رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ولا يحب لحمه، فماذا قال له سيدنا خالد رضي الله عنه؟ قال له يا رسول الله أحرام الضب؟ انظروا دخلوا في هذه المسألة، قال أحرام؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرضي فأجدني أعافه، يعني هو لا يحبه. عندها سيدنا خالد رضي الله عنه أهوى يده وبدأ يأكل منه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأكله ولم يحرمه، وأكله صحابي أمامهم. إذا هذا يختلف الأمزجة من أشخاص إلى أشخاص، من أقوام إلى أقوام، لذلك لا نستطيع أن نقول أنه حرام. أيضا الله سبحانه وتعالى دقق لنا على مسألة، أنه قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني لا يكفي فقط حلال، لابد أن يكون أيضا طيبا، أي لا تكتفوا بالنظر أنه حلال أم لا، يجب أن تروا هو طيب بالنسبة لكم أم لا، يناسبكم أم لا، هل يسبب لكم الضرر؟ يعني إذا كان الحلزون يسبب الضرر للصحة لا يصبح أكله يعني غير مقبول، هل طبعكم يميل إليه؟ إذن هذه يعني الشريعة إذن هي تنظر إلى كل الأمور من كل النواحي. فإذن لا، وأيضا مسألة أخرى أيضا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلق كل شيء لنأكله. يعني أضرب مثالا الببغاء، يعني مرة حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه كان يريد أن يصيد ببغاء، فماذا قاله له المسيح الموعود عليه السلام؟ قال له يعني هذه الأمور ليست للصيد، يعني الله سبحانه وتعالى خلق أمور لننظر إليها لنستمتع بمنظرها ليس لنأكلها. فإذا هذه القواعد يمكن أن تفيدنا، إذا بالنسبة للحزون ليس حراما. جزاكم الله. أستاذ مير، يعني محمد البندقشي يسأل عدة أسئلة ولكن ضمن موضوع واحد، حتى لا يلتبس الموضوع على السائل المشاهدين أنا قسمت الأسئلة. يعني السؤال الأول يقول إذا طلقت المرأة من الرجل دون تثبيت الطلاق بالمحكمة هل يحق لها الزواج من رجل آخر؟ إذا كان الزواج مسجلا في دائرة ما فلا بد من تثبيت الطلاق أيضا، يجب أن ننظر إلى هذا الأمر من منظور إداري وقانوني أيضا، لأن اتباع قانون الدولة أيضا ضروري من أجل الحفاظ على الحقوق. مثلا إذا كان الزواج مسجلا عند الحكومة وتطلق الزوجان والمرأة تزوجت من شخص آخر من دون تثبيت أو تسجيل الطلاق، فهذا الرجل زوجها السابق هو يستطيع أن يقاضيها، وهي هذا الأمر يعني قد يسبب لها المشاكل الكبيرة لأنها لا تستطيع أن تثبت في المحكمة أنها تطلقت. حتى إذا زوجها بالقانون هي نعم. تصبح خارج عن القانون، تزوجت مرتين، نعم، عمدت أخذ نكاح مع أنها هي ما زالت على ذمة رجل آخر، نعم. وهذا إذا كان طلقها فهي بعد العدة تستطيع أن تتزوج من حيث الشرع، ولكن هي لا تستطيع أن تثبت أنها تطلقت، وهذا الرجل طلقها كيف تثبت؟ في هذه الأيام هذا ضروري جدا أن نسجل، لأن القانون أيضا يلزمنا أن نثبت هذه الأشياء في عند الحكومة أو عند الجماعة إذا كان هناك نظام الجماعة. في الماضي كان الناس يتزوجون شفهيا وكانوا يعلنون النكاح وكل واحد يعرف في المجتمع أن هذا الرجل تزوج من هذه المرأة، وإذا تطلق أيضا كان الناس يعرفون أن هذا الرجل طلق هذه المرأة، وبعد العدة كانت تتزوج وكل الأمور كانت تمشي شفهيا.
لم يكن هناك يعني العادة أن يسجلوا كل الأشياء، هذه الأشياء كانت معروفة بين الناس أمام الشهود وأمام الناس، كان ممنوعا أن يتزوج أحد سرا، ولكن علنا كانوا الناس يتزوجون وما كانوا يسجلون هكذا. ولكن في هذه الأيام لكل دولة هناك قوانين، ولا بد من اتباع هذه القوانين، وإلا المرأة هي التي ستتضرر أكثر من الرجل في هذه الحالة إذا لم يسجلوا الطلاق أو الزواج. فهذه الأمور أيضا ضرورية. وأيضا يجب أن نعلم أن المرأة لا تستطيع أن تتطلق أو تنفصل عن زوجها بنفسها. إذا كانت هي تريد أن تنفصل فهي لابد أن تذهب إلى المحكمة وتتطلق أو تطلب الخلع عن طريق القاضي. فإذا أرادت هي أن تنفصل فهي لابد أن ترجع إلى القاضي، والقاضي هو الذي سيقرر ويفصل بينهما. ففي هذه الحالة تلقائيا سيسجل هذا الطلاق ويثبت في المحكمة. ولكن كما قلت في هذه الأيام أنا لا أعرف دولة تسمح بالزواج من دون التسجيل أو الطلاق من دون التثبيت. فهذه الأمور ضرورية جدا. إن اضطرت شرعا هو يسمح لها، ولكن عليها أن تأخذ ما تستدل به عن طلاق زوجها الأول قبل أن تشرع بزواجها الثاني. نعم. وأيضا كما قلت إذا كان الزواج مسجلا فلا بد أن يسجل الطلاق أيضا. الطلاق أيضا. نعم، جزاكم الله. طيب، مع السؤال الثاني معكم أستاذ أيمن، يعني يقول هل يحق للمرأة أن تزوج نفسها بدون وكيل ما دامت فوق 18 من العمر مع وجود 2 من الشهود؟ نعم، بارك الله فيكم. في الحقيقة الجواب المختصر هو لا، لا يمكن للمرأة أن تنكح نفسها أو أن تكون يعني ولية لنفسها أو أن تتزوج بغير ولي. هذا الجواب المختصر. فمن الضروري في النكاح في شريعتنا الغراء أن تتم موافقة الفتاة نفسها وأن يوافق وليها. الآن إذا كان هناك مشكلة في موافقة الفتاة فلا يتم الزواج، وإذا لم يوافق وليها أيضا فلا يتم الزواج، أو كان أو لم يكن لها ولي لابد أن يكون لها ولي. طيب، هذا ليس فقط للبكر على فكرة، هو أيضا للثيب، وليس فقط للفتاة الصغيرة، مهما كان عمرها صغيرا أو كبيرا فلابد من وجود ولي. طيب، لنستمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقد ورد هذا الحديث في سنن الترمذي وبأسانيد مختلفة. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وأيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذه يعني الشروط المعروفة لصحة العقد. طبعا في المدارس الفقهية في الإسلام هناك بعض الخلاف البسيط، يعني الرأي الذي ذكرناه الآن هو شبه إجماع الأمة، ولكن هناك آراء فقهية شاذة عن هذا الرأي. مثلا عند الحنفية قد يجد يعني المتتبع ذلك، ولكن رأي الجماعة بالإجماع في جماعة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام هي قولا واحدا تقوله بماذا بينته الآن. الآن هذا الرأي أيضا عندما نعود إلى الأدلة وإلى الشواهد نجد أن الخلفاء الراشدين أيضا كانوا يعتمدون ذلك. فاعتبر سيدنا عمر وسيدنا علي رضي الله عنهما هذا المذهب صحيحا في عهد خلافتهما، وطبقاه بصرامة، حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه مرة وصله أن هناك امرأة
تزوجت، والذي يعني وليها الذي كان في عقد زواجها لم يكن هو وليها الحقيقي. فعندما وصل هذا الخبر إلى سيدنا عمر وأحضرهم، وعندما تأكد من ذلك فسخ هذا العقد، عقد القران، وجلد الزوج وجلد الولي المزور. ويعني هذا باختصار. الآن من هو الولي؟ ويعني ما هو، ما هي هويته؟ وإذا كان غائب ما الحل؟ وإذا كان ظالم مثلا ما الحل؟ هذه أمور أخرى نتعرف عليها إن شاء الله لاحقا في سياق هذه الحلقة. جزاكم الله أستاذ معتز. يعني متابعة لنفس الموضوع، يعني من هم وكلاء المرأة الشرعيين في الزواج؟ هل يمكن أن تكون امرأة وكيلة لغيرها وتزوج امرأة أخرى وتحل مقام الأب أو الأخ أو الجد كذلك؟ طبعا بالنسبة لموضوع يعني الولاية، من هو الولي، هذا الاستحقاق. أولا يكون بالدرجة الأولى هو الأب. الأب هو الولي الأول للمرأة، ثم يليه الجد، ثم يليه الأخ الشقيق، ثم يليه الأخ غير الشقيق، يعني الذي يكون أخ من الأب مثلا، والعم وغيرهم، وهكذا. يعني هذه عصبات، هذه هي القرابات، يكون الأقرب فالأقل فالأقل فالأقل. هؤلاء هم الذين يحق لهم أن يكونوا أولياء للمرأة في من أجل نكاحها، من أجل الزواج. فكلما يعني المسألة، كلما كان القريب الأقرب موجود، هذا لا يجوز أن نلجأ إلى في الحالات العامة إلى الذي أقل منه. إذن يكون الأول، ثم إذا غير موجود يكون الذي بعده، يكون الذي بعده، وهكذا. فالبعيد لا يكون له الحق، لا يكون له حق الولاية النافذة في حال وجود الولي القريب. ومع ذلك يكون يعني جميع الأخوة متساويين في، بالنسبة للإخوة يكون متساويين في حق الولاية. أيضا أي أخ يكون عاقل بالغ منهم يكون يمكن أن يكون ولي لها، ولي لأخته، ولا يؤثر. يعني مسألة العمر هذه لا تؤثر، لا تسبب فارقا، المهم أن يكون عاقل وبالغ وراشد. هل الآن هناك ولاية عامة؟ هناك ولاية عامة، هذه تكون يعني مفهوم الولي قلنا أنه القريب، لكن في حال أن القريب غير موجود، أو هناك مثلا حالات خاصة، مثلا أخت أحمدية، مثلا العائلة أهلها غير أحمديين، أو يمانعون زواجها، أو من الآخر من يكون هناك أسباب خاصة. في هذه الحالة يحق للمرأة أن تلجأ إلى من؟ الولي العام، هو الذي هو الخليفة، تلجأ إليه. وإذا كانت غير أحمدية يحق لها أن تلجأ إلى مثلا القاضي أو إلى الحاكم، مسؤول مثلا وزارة العدل، ولأن تحل مثلا مشكلتها، تنقل له مشكلتها وتقول أنا هكذا، فهو يجد لها الحل السليم. فنحن في الجماعة أيضا إذا كان مثل هذه الحالات، فأمير المؤمنين أيضا الله بن نصر العزيز هو يكون وليها، ويوكل ويفوض أحدا من الجماعة، مثلا رئيس الجماعة أو أحدا آخر، ليكون هو وليها أو نيابة عنها. فإذا أيضا إذا لم يكن الولي موجود، فيمكن أن يوكل توكيلا، بشكل توكيل. فإذا المسألة يعني قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، لا يعني أن المرأة هي تزوج نفسها، لا، لابد لها أن ترجع إلى الولي. وكما قلنا إذا كان الولي يعني يعسر هذه الأمور بشكل متكرر، فهذا لا يجوز، لابد لها أن تلجأ إلى الأعمى. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، هل يمكن للمرأة أن تكون هي ولية في النكاح؟ طبعا في الظروف العادية لا يمكن للمرأة أن تكون ولية في النكاح، مثلا لا تكون الأم ولا الجدة ولا الخالة ولا الأخت ولا العمة وغيرهن، لا يكون أولياء في النكاح. مرة يعني رتبت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زواج فتى وفتاة من عائلتها، عندما تم الاتفاق على جميع الأمور طلبت من أحد رجال العائلة أن يأذن بهذا النكاح كولي. لماذا؟ لأن النساء ليس لهن سلطة الولاية في النكاح، هذا ذكر في محلى ابن حزم المجلد التاسع.
وأيضا أنهي في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. سنن ابن ماجه. أستاذ مير، يعني بانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يسأل الإنترنت مع وجود الشهود والوكيل، لا يصح الزواج على النت في الجماعة. هذا الأمر أيضا إداري أكثر. وأولا يجب أن نعرف لماذا تكون هناك حاجة ليتزوج الشاب والبنت على النت، لأن الشاب أو البنت يقيمان في بلاد مختلفة ولا يستطيعان أن يحضرا في مكان عقد القران، لذلك هم يريدون أن يتزوجوا على النت أو هناك داعي آخر. إذا كان الشاب أو ولي البنت الذي يقر بزواج بنته، أو أي ولي، ممكن يكون أخ أو شخص من أقرباء البنت، ولي البنت لا يستطيع أن يحضر أو الشاب لا يستطيع أن يحضر مكان عقد القران أو إعلان النكاح، ففي هذه الحالة في الجماعات هناك حل لهذه المشكلة. الجماعة قررت بأن الزوج إذا كان لا يستطيع أن يحضر مكان إعلان النكاح فهو يوكل شخصا آخر من طرفه، وهذا الشخص هو يقر من طرف الشاب. وفي استمارة الزواج هناك بند، إذا كان الشاب لا يستطيع أن يحضر مكان إعلان النكاح فهو يوكل شخصا، وهذا الشخص أيضا يقر في نفس الاستمارة بأنني أقبل أن أكون وكيلا لهذا الشاب. وكذلك البنت، إذا كان ولي البنت لا يستطيع أن يحضر مكان إعلان النكاح فهو يوكل شخصا آخر الذي يقوم بالإيجاب والقبول في مكان إعلان النكاح، وهذا الوكيل أيضا يوقع على الاستمارة ويقول أنا أقبل أن أكون وكيلا عن ولي البنت. فهكذا كل واحد، وتكون هناك شهود على ذلك أيضا، والذين يشهدون أن هذا الشخص وكل هذا الشخص وهذا الشخص قبل أن يكون وكيلا لهذا الشخص، فعن طريق الوكلاء يتم الزواج. ولا بد أن يكون هناك شخص موجود وكيلا عن الشاب أو ولي البنت، وهو أمام الناس يقر بهذا النكاح. مثلا إذا في هذا الزمن إذا كان الشخص في بلد، الزوج في بلد والزوجة في بلد آخر، ووليها لا يستطيع أن يأتي، وفي بعض الأحيان يتم إعلان النكاح في بلد ثالث، هذا إذن ممكن. فالشاب لا يستطيع أن يذهب، ولي البنت لا يستطيع أن يذهب إلى هذا البلد الثالث، فهذا الشخص الزوج أيضا يوكل شخصا من طرفه، وولي البنت يوكل شخصا من طرفه، وهذان الشخصان لابد أن يكون يحضرا مكان إعلان النكاح، لابد أن يكونا موجودا، وهما يقبلان من طرفهما ويوافقان على الزواج. والذي يعلن النكاح هو يسألهم: هل أنت تقبل أن تقبل هذا الزواج لفلان من فلانة على مهر كونك وكيل لكذا؟ فهكذا يتم الزواج في الجماعة، وهذا معروف، يعني هذا منذ سنوات طويلة لا تجيز الجماعة أن يكون أخذ القران على النت لما فيه احتمال. إذن الشرع أوجد الحل بأن يكون هناك وكلاء، نعم، فيبطل موضوع النت أو أي وسيلة أخرى تبطل بهذا الشكل. نعم، لأن فيه احتمال كبير للغش والخداع، والمشاكل تحدث في كثير من الأحيان، الذين من غير الأحمديين يتزوجون على النت في بعد ذلك يواجهون المشاكل كثيرة. فنحن
لكي نتجنب هذه المشاكل أو الخضاء الذي يمكن أن يحدث في هذه الحالات، فالجماعة قررت أن يكون هذا هو الطريق. جزاكم الله. أعزائي المشاهدين، إلى هنا نأتي إلى نهاية الوقت لهذه الحلقة. أشكر ضيوفنا الكرام، وأشكر كل من تابعنا وكل من راسلنا، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لكم منا أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. هدى طلعت لنا من مكة، عين الندى نبعت لنا بحراء، نختار آثار النبي وأمره، نقف كتاب الله.